لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما فيا ويح شخص وير خالقه أما وأوصاكم بال. ينبغي ألا يتأفف الإنسان ولا يتأذى ويعتبر أن هذه هي زكاة العافية. لك عفيت مثلا من هذا الشلل أو عفيت من هذا المرض فاعتبر أن هذه زكاة عن نعمة العافية أن تخفف عن هذا المريض بتطهيره وإزالة هذا الخبث عنه وأيضا تحسين حالته النفسية لأن ينبغي أن لا يتأفف حتى لا يشعر بأنه عبء على غيره وهو لا يستطيع التصرف بنفسه. فالأيام دول ربما يدور الزمن وتحتاج أنت إلى نفس الشيء فقدم لنفسك خيرا وادخر مثل هذه الإعانة بدون تأذن حتى تجد من يعني يقف بجوارك ولا تعاني. حينما قال الله سبحانه وتعالى في الوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ربما يكون في الآية إشارة إلى ما يحصل عند ركبه. لماذا خص الله الكبر؟ ممكن والدان ويكونان ما زال فيهما قوة وصحة لكن لماذا خص الكبر؟ لماذا الإنسان يحتاج إلى من يصبر عليه أكثر من ذي قبل؟ إما يبلغن عندك الكبر عندك بقى مش في دار إيواء المسنين عندك يؤوي الإنسان أبويه ويقوم بواجبه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لأنه ربما مع الكبر تحصل تغير كثير في الإنسان خاصة إذا رد إلى أرذل العمر. يعني مثل هذا مهما طال عمره فهو قصير مهما عاش فعمره قصير فينبغي التحمل والصبر وأن يدخر الإنسان نفسه ما ينفعه في يوم من الأيام إذا احتاج إلى نفس هذه الحاجة من أولاده. لأن في معاملة الوالدين هذا دين دين ولا بد أن تسري سنة الله من أن الجزاء من جنس العمل حتما أنت تختار لنفسك ولست تختار لهذا الضعيف المسكين أنت تختار لنفسك ماذا سيفعل معك في يوم من الأيام. ذاك التعامل مع الوالدين بالذات يجب أن يكون بحذر شديد جدا لأن الله سبحانه وتعالى رفع شأن بر الوالدين والصبر عليهما بصورة شديدة جدا. طبعا هذا تفصيل فيهم له مقام آخر لكن يعني أقول الإشارة إلى الكبر لأن السن يحدث تغييرات نفسية وبيولوجية في الإنسان حتى ممكن أن يصل إلى حد أنه يعود كما بدأ يعني يعود مثلا يقضي حاجته لا إراديا كما يحصل مثلا من الإيه من الأطفال بسبب مشاكل صحية معينة. فبالتالي أمر الله في مثل هذه الحالة بالصبر. وربما كلمة أف بالذات لأن كلمة أف هي اسم فعل أمر بمعنى أتضجر يعني يعبر عن الإيه القرف أو السخط أو التأذي بكلمة أف. فحتى هذه الكلمة مجرد كلمة قد حرمها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه في الغالب بتكون أف دي مرتبطة بالإيه بالنجاسات أو بالرائحة الخبيثة أو كذا أو كذا. فلا ينبغي أن يتأفف بل يعذره ويتصور نفسه في نفس هذا الموضع فليقدم زكاة العافية والصحة حتى إذا ما جرى قدر الله بأن الجزاء يكون من جنس العمل فيجد جزاء ما قدم ويجد ابنه يؤدي معه نفس الواجب بدون أن يتأفف أو يتأذى. ألا تعبدوا غيره حتما
فيا ويح شخص غير خالقه أما. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما فالأجر في ذاك والرحمة. فكم بذلا من رأفة ولطافة وكم منحا وقت احتياجك من نعمة. وأمك كم باتت بثقلك تشتكي تواصل مما شقها البؤس والغمة. وفي الوضع كم قاست وعند ولادها مشقا يذيب الجلد واللحم والعظمى. وكم سهرت وجدا عليك جفونها وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحمى. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا وأكثرت الضما. وبت قرير العين ريان ناعما مكبا على اللذات لا تسمع اللوما. وأمك في جوع شديد وغربة تلين لها مما بها الصخرة الصما. أهذا جزاها بعد طول عنائها لأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى. قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما. فيا ويح شخص غير خالقه أما. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما فالأجر في ذاك والرحمة.